يا مساء الخير، يا مساء السعادة والحب والفرح، ودايما كل يوم جديد في خير جديد، ودايما رب الخير ما بيجيبش غير كل خير، ومهما مرينا بظروف صعبة اللي جاي هيبقى أحسن. وإحنا بنمر دلوقتي بظروف الكورونا والحاجات دي هتنتهي في يوم من الأيام، وهنسمع إن هي خلاص قضينا عليها، فأكيد بكرة أحسن من النهاردة. النهاردة بقى هنتكلم في موضوع عايزة كل الستات الحوامل كده أو اللي بتفكر إن هي تجيب أطفال تتابعنا. النهاردة هنتكلم عن الولادة بدون ألم. أي ست مجرد إنها تعرف إن هي حامل تقول لك آه أنا بقيت حامل، تفرح في الأول وتبقى مبسوطة وتطير وتروح تقول لماما والبابا والناس كلها أنا بقيت حامل، بس نسيت حاجة واحدة، الألم اللي في الولادة بتفتكره بعد كام شهر، تبتدي تتفرج كده على فيلم أبو العروسة ولا أم العروسة مش فاكرة كان اسمه إيه، وتشوف مش آه ده أنا هبقى نفس المنظر. لا، النهارده مع التقنيات الحديثة بدأت إن يبقى في حاجة جديدة وهي الولادة بدون ألم. هنعرف إيه هي بقى الولادة بدون ألم. النهارده هيكون مشرفني ومنورني معايا دكتور محمد حسن عبد الغفار، أخصائي النساء والتوليد من مستشفى دكتور عاطف نور الدين. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك منورني. ودكتور أحمد مدد رئيس قسم التخدير بمستشفى دكتور عاطف نور الدين. أهلا بيك يا دكتور. النهارده بقى عايزين نتكلم، تعرفوني ليه بيحصل اساسا الام في الولاده؟ احنا طبعا يعني في الاول لازم نتكلم عن الولاده. الولاده بالنسبه لبعض الناس هي طبعا القيصريه بقت منتشره جدا في الفتره الاخيره دلوقتي، وكتير بقى بيستسهلها يا دكتور. طبعا الناس بقت يعني قيصريه عشان وقت سريع وبننجز القصه، والولاده الطبيعي مطوله شويه وبتاخد وقت كتير من الدكتور وبتتعب المريض وبتدي امبريشن كويس وامبريشن سيء جدا عند بعض الناس اللي ولدت طبيعي. انا اتوجعت كتير يا دكتور، انا اتبهدلت. فبعض الدكاتره بتفضل القيصريه عشان قصه التخدير والتحكم فيها والكلام ده. مش بقى. الدكاتره بس، صدقني الستات نفسهم بيقولوا اوكي انا ادخل اخد البنك اطلع البيبي في ايدي. دكاتره النساء بتستسهل شويه، بس طبعا يعني لازم يكون في يعني معامله للمريض بما يعني على الجايد لاينز وعلى على الخطوط اللي حاططها لنا الكتب والعلم والكلام ده. فطبعا مقسوم عندنا الولاده لولاده طبيعيه ولاده قيصريه. طبعا الولاده الطبيعيه هي الالم بتاعها بيجي من اول حاجه، الولاده متقسمه لثلاث مراحل. المرحله الاولانيه اللي هي اتساع عنق الرحم، ودي طبعا بتبقى مؤلمه جدا لبعض الستات في منطقه الظهر او منطقه البطن. المرحله الثانيه اللي هي البيبي خلاص بدا ينزل في القناه المهبليه وبدا يقرب للخارج، خلاص هيطلع للنور خلاص يعني. اغلبيه الستات بيحسوا بوجع في المنطقه دي عشان الاتساع بتاع المهبل، هو بيعمل استرتش شويه فبيعمل وجع في الوقت ده. اخر حاجه خالص اللي هي المرحله الثالثه اللي هي نزول الخلاص اللي كان بيغذي البيبي طول فتره الولاده، ودي اقلهم الم. وبنتغلب على الكلام ده كله عن طريق الولاده بدون الم، عن طريق تكنيكس مختلفه كتير قوي 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 بنستخدمها مع بعض الستات يعني. تمام. طب انا عايزه اعرف يعني ايه هي برضو يعني ايه الولاده بدون الم، يعني انا عايزه افهمها ايه هي بقى الولاده بدون الم دي. طبعا احنا الولاده بدون الم دي يعني تكنيك يعني هو موجود من زمان جدا في الكتب، بس احنا بدانا نستخدمه في مصر قريب او الناس بدات تعرف عنه قريب. واحنا بنماسك او بنغطي على الوجع بتاع الولاده، او بنعمل يعني زي تسكين او تخدير للاعصاب اللي نقله للوجع بتاع الولاده نفسه الى الحبل الشوكي. طبعا الحاجات دي يندرج تحتيه حاجات كتير جدا جدا تختلف في الولاده الطبيعيه او القيصريه. طبعا الولاده الطبيعيه هي اشهرها في مصر دلوقتي اللي هو الابيديورال، اللي هو حقنه عن طريق الظهر كده بتتحقن فيها المواد المخدره طول فتره الولاده. هي بتغطي على وجع الطلق، بس بتبقي ان العيانه بتفضل تطلق عادي جدا ويجي لها وجع الولاده ويبدا البيبي ينزل في القناه المهبليه وتتم الولاده بسلام الحمد لله يعني. انما القيصريه عندنا بنج كلي وبنج نصفي. طبعا دكتور احمد هيقدر يفيدنا في القصه دي اكتر مننا بكتير يعني في الموضوع ده. احنا عايزين دلوقتي بقى نعرف ايه هي مميزات البنج النصفي والبنج الكلي، وايه عيوب ومميزات كل بنج، وايه هي الولاده برضو بدون الم اللي حضرتك بتقول عليها بما ان حضرتك التخدير وتخصص التخدير. بالنسبه لنا طبعا احنا كتخدير بنفضل طبعا احنا مبدئيا هي الولاده بدون الم، ان ندي فيها مثلا بنج يريح العيانه. في بعض العمليات اللي هي البسيطه زي مثلا الولاده الطبيعيه، فبالنسبه لهم العيانين كلهم خايفين من لحظه مثلا الولاده. لحظه الولاده طبعا دي بتبقى زي ما الدكتور محمد قال تمرد الطلق وبعد كده نزول راس العيل والكلام دوت. بالنسبه لنا احنا كتخدير انا بفضل مثلا ايه الولاده اللي هي التخدير اللي هو موضعي، او الموضوعي دوت بالنسبه للتخدير ان انا هسكن الالم بالنسبه للمريضة اكبر فتره ممكنه. في طبعا احنا بنقول حاجه طبعا عن طريق مثلا اركب قسطره في ظهر العيانه، القسطره ديت متوصله مثلا على العمود الفقري بتاعها،
بسكن مثلا الاعصاب او بقفل الاعصاب اللي هي مسؤوله عن الالم، لو بتنقل الالم من المريضه طبعا اثناء الولاده، فانا مسكن هذه الاعصاب خلاص المريضه ما تحسش بالم فتره طويله. بتختلف بقى، في ممكن اركب القسطره دي ممكن كل فتره كل 6 ساعات احقن فيها مواد مخدره، مواد مسكنه، يعني كل فتره كل 6 ساعات احقن، كل 4 ساعات حسب ايه تعب المريض. احنا ممكن نركبها في مريضه الولاده الطبيعي دي قبل الولاده الطبيعي مثلا، اول ما تحس بطلق نركب الايه القسطره دي اللي اسمها الابديورال، ودي مثلا تقعد معاها ممكن تقعد معاها اسبوع اسبوعين حسب ما تولد، يعني هي مع ممكن متابعه تقعد الجنين. اسبوعين عشان تولد يا دكتور؟ في بعض الناس الطلق بيزيد معاهم مثلا وما بتفتحش وما بتعملش، ومصممه على الطبيعي، يعني احنا مثلا في بعض البلدان غير مصر ان هم بيقول الولادات طبيعي انتل بروف اذروايز، يعني ايه طبيعي معاك لحد خلاص ما فيش حل غير ايه بعد كده قيصري، فلتاخد فرصتها كاملة. طب هم ليه فعلا بلاحظ ان في ستات بتصمم ان هي تولد طبيعي مع ان الحالة مش نافعة، لا بس معلش انا ناوية، في ستات كده وفي ناس بتستسهل الصراحة. هو في الغالب دلوقتي ستات او بنات اللي هم اليومين دول فعلا بيفضلوا فعلا على طول القيصري بسرعه، لان هم في بنات فعلا ما بيستحملوش، انما زمان فعلا الست كانت بتصمم على الطبيعي باقصى جهدها يعني. اسبوع واسبوع. فاحنا في الغالب دلوقتي لما بتيجي لنا احنا كتخدير مثلا ويتصلوا بينا عشان ولاده طبيعيه، انا صراحه طبعا واحد من الناس بقول له ايه نفضل ايه نديها بنج موضعي، اول ما توصل مرحله معينه من الولاده اجي لك على عيني وادي لك اللي هو البنج الموضعي دوت. لو هم طبعا هي تكلفه اللي هي الابيديورال دي بتبقى تكلفه اكبر شويه، لو هم انسيستد على ان تسكن اكبر فتره ممكنه 36 ساعه 48 ساعه، اضطر اركب انا ايه القسطره الابديورال، القسطره اللي هي في الظهر، البنج نصفي كده في الظهر. طبعا القسطره دي بتتركب في العمود الفقري، بتوصل على الاعصاب اللي هي موجوده في مكان العمود في مكان الولاده اللي هو تحت مثلا في الظهر من تحت، يعني دوت الاعصاب دي بنسكن طبعا. مش كانوا بياخدوا فيها حقنه يا دكتور كده؟ صنع يعني فاكره الاحداث دي، بيعملوا الاول بنج كده وبعد كده ياخدوا حقنه في الظهر، ده البنج النصفي. انا بتكلم على الولاده اللي هي القيصريه، في البنج النصفي كان بيبقى فيه حقنه في الظهر. انا عايز اعرف بقى ايه مشاكل الحقنه اللي في الظهر. احنا طبعا مشاكل الحقنه في الظهر دي لازم طبعا اللي بيدي مثلا حقنه الظهر دي طبعا يبقى راجل متخصص، واكيد طبعا هيكون ذو مهاره جيده في موضوع البنج النصفي، لان احنا كان زمان كان كله البنج الكلي، انما دلوقتي المرحله اللي احنا فيها دي مرحله ان كله عايز ما فيش الم، يعني من قبل الولاده وبعد الولاده، فطبعا هي مرحله ان احنا ندي بنج نصفي بقى دوت او نركب قسطره ابيديورال، ده كل الستات بتفضلها، بس اللي يديها لازم يكون مثلا راجل ايه شاطر، دكتور تخدير شاطر، مش اي حد مثلا يدي ايه حقنه البنج النصفي برضه طبعا، لان مشاكلها طبعا ايه كتير، يعني ممكن انت سمعت عن ناس بعد البنج النصفي مثلا صداع مستمر، سمعتي مثلا عدم الحركه فتره طويله، بتاع ده طبعا، لان طبعا محاوله انك تديها مره واثنين وثلاثه وهي في مكان حساس دي برضه دي بتتنها تقلم بقى العينه فتره طويله. لا اصل في ناس لما خدوا البنج النصفي بالفعل قعدوا حوالي 4 5 شهور ما كانتش بتقدر توطي كده توطي ظهرها. دي حصلت مع ناس اعرفهم كتير يعني، فموضوع البنج النصفي عن ما ناس سمعت أيوة كان ما فيها طبعا لازم يبقى في كاتاستروف في المديه، فعشان بقول يفضل انك انت لما تكون مثلا هتاخد بنج نصفي يبقى دكتور التخدير مثلا اللي جايبه استشاري النساء واخصائي النساء يعني ولفت في القصه دي، ما يبقاش اي حد مثلا لسه متمرس او واحد لسه لو اكسبيرينس ان هو يعملها صح، لان لو اتعملت غلط هي هتجيب ايه ده مشاكلها فعلا كتير. نرجع بقى لحضرتك يا دكتور محمد. طيب انا عايزه اكلمك في النوع، لما انت طبعا بتجيلك متابعات وستات بتتابع، امتى الست تبدا تتابع الولاده؟ انا عايزه دلوقتي اتكلم بقى ايه الحمل، احنا بنتكلم في ولاده بدون الم، بس انا عايزه اجيب برضو الناس اللي اكيد في بيتفرجوا عليا دلوقتي لسه حامل لسه جديده كده، تبدا تتابع من امتى؟ يعني في ناس تقول لك طب انا استنى شهر لما الحمل يثبت، طب شهرين كده ولا حاجه، طب تبدا اول ما تعرف ولا لما الحمل يثبت تبقى تروح؟ لا خالص، احنا متابعه الحمل يعني احنا بنفضل كمان الست اول ما تتجوز، يعني قبل الجواز 3 شهور
او في حاجه اسمها الكونسلتيشن بري ماريج، يعني قبل ما تتجوز خالص بيبقى في متابعه عند دكتور النساء، بنعمل تشيك اب عادي على العيانه، بنطمن على جوزها، بنشوف القرابه، بنشوف الظروف بتاعتهم عامله ازاي، هيتجوزوا فين، هيسكنوا فين. دي حاجات برضو بتاثر على الـ على الـ على الـ يعني الكونسبشن او فرص الحمل عند بعض الستات. يعني اصل في ستات اول ما بتعرف بجد ان هي حامل تقول لك لا 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 انا مش هتحرك، ما تقوميش، ما تروحيش، ومش هنروح لدكتور، خلينا قاعدين دلوقتي بس ما نثبت كده، ما تقوليش لحد فكره ده. لا لا لا. يمكن الدكتور كمان ما يعرف، مش لازم يعرف، فيعمل عارف الفكره دي اللي هو مش لازم اي حد يعرف خالص، لغايه لما الدنيا 3 شهور كده ونبتدي بقى نروح للدكتور. اعتقد ان الثلاث شهور دول اهم 3 شهور للطفل. طبعا لازم يبقى في ادويه معينه بتتاخد علشان يعني انت حضرتك طبعا اللي تقول لي. بص يعني هو عامه اصلا المتابعه الحمل المفروض بتعمل في اول 3 شهور، دي اهم فتره في تكوين البيبي، ده فتره الاورجانوجينيسيس او تكوين الاعضاء كلها. احنا زي ما نقول بنبني بيت، فبنبدا بالاساسات الموجوده فيه الاول، ودي اهم حاجه اللي هيكمل عليها البيت بعد كده 20 دور 30 دور، بس احنا اهم حاجه الاوريجين او البدايه بتاعه البيبي نفسه او تكوينه. لو التكوين في الاول غلط فالدنيا كلها خلاص هتبقى باظت بعد كده. احنا طبعا المتابعه الجيده والفيتامينز والفوليك اسيد، الحاجات عشان الشوهات والكلام ده. المريضه لو عندها قابليه ان هي يحصل فيها مشكله او حصل مشكله سابقه في الحمل اللي قبليه، لازم نكون مهتمين من الاول خالص في الاول عشان نلحق اي مشكله نتداركها. ما نجيش ساعه العيانه فيها مشكله او لا قدر الله بتسقط او فيها حاجه نقول ده احنا كنا المره اللي فاتت والمره اللي قبلها حصل كذا وكذا. لا، لازم نلحق الموضوع من الاول، ولازم يكون في فولو اب كويس. انا يعني انا بفضل اتابع كل اسبوعين اصلا المريضه، يعني كل اسبوعين، وبيتعمل سونار سونار كل مره، كل مره كان اول مره العينه تخش. بنرجع تاني، بنراجع التاريخ المرضي بتاعها تاني، بنبدا نبص عليها فول لابس، نعملها كامله، بنطمن على البيبي اللي جواها بالسونار تاني مره واثنين وثلاثه، نشوف النبض. واحده يا دكتور كانت اول ما تروح للدكتور كل ما هو انا حامل في واحد ولا اثنين، دي كانت السؤال الشهير يعني. السؤال عارف لو طب واحد مش مهم اي حاجه، هم واحد ولا اثنين، وهي ما تقدرش تشيل غير واحد اصلا يعني. اغلبيه الستات خلاص يعني ما عادش لا بتبقى خايفه ان هي يبقى في اثنين او ثلاثه، بتبقى ده السؤال. الحمد لله واحد، الحمد لله، اشكرك يا رب، ربنا يقدرها على واحد بس. بالظبط يعني. لا طبعا يعني. طيب انت امتى تكتشف ان في حاجه تشوه خلقي في الطفل ده؟ بيبان من امتى؟ من بعد الثلاث شهور ولا من فتره الثلاث شهور؟ بصي عامة احنا دلوقتي طبعا التقنيه بتاعت السونار بقى كل مره السونار، يعني شركات السونار بتبهرنا بالابديتس بتاعتها. في اجهزه جديده جدا بتعمل يعني بتكتشف الحاجات اللي هي الواضحه او الظاهره بدري شويه عن قبل الشهر الخامس زي زمان يعني. بس طبعا اللي يفضل الجايد لاينز او التعليمات اللي احنا ماشيين عليها بتاعت الكتب والعلم اللي احنا درسناه والكلام ده، ان احسن يعني فولو اب او احسن متابعه للعيان عشان نطمن مفيش تشوهات في الشهر الخامس. احنا بنقول من 18 اللي هو يعني هنقول من اول الشهر الخامس لغايه اخر الشهر الخامس، دي الفتره اللي بيكون تم فيها البيبي نفسه اكتمل خالص، نبدا نبص ونعمل فولو اب نشوف الدنيا اخبارها ايه. وده الوقت الذهبي او الجولدن تايم، يعني احنا نبدا نقول الدنيا فيه كويس. بتبتدوا تعملوا اللي هو السونار الرباعي الابعاد والحاجات دي امتى؟ اللي هو لما عايزين بقى تكتشفوا في ثقب في القلب، في حاجه يعني طفل عنده تخلف مثلا عقلي، بيبان الحاجات دي من امتى؟ ايوه عامه احنا بندور اكتر في السونار على الحاجات الاستراكشر اللي هي الحاجات التكوينيه، اللي هو البيبي نفسه العظم بتاعه تمام، القلب كويس، الهيد او تكوين المخ بتاعه كويس، في اي مشاكل في المخ، في اي نتوءات او في اي فتحات في العضلات بتاعه الجسم، او في اي مشاكل في العمود الفقري بتاعه. طبعا بنبدا نتشك على الجهاز العظمي كله بتاعه، الايد والرجل والاطراف. طب لو لقيت مشكله لا قدر الله في طفل من الاطفال، بتقرر نزول الطفل ده؟ والله بصي على حسب، مش كل البيبيهات بتنزل يعني، بس معلش لو في طرف ناقص او في اي حاجه، الحاجات اللي بتتماشى مع الحياه او اللي تسمح للبيبي ان هو يكمل حياته بعد كده، حرام عليه ان احنا ننهي الحمل يعني في الوقت ده. يعني لو لقيت طفل مثلا لا قدر الله اطرافه مثلا مش موجوده، ايديه او رجليه، والله بصي بتقرروا ساعتها يعني انهاء الحمل ده بيرجع لك انت ولا بيرجع للام او الاب نفسه؟ احنا يعني لو البيبي هيكمل في الدنيا يعني الموضوع بالنسبه له مش معيق، يعني هو الاطراف دي ممكن يتولد والدنيا تكمل عادي، بس احنا طبعا بيبقى الموضوع بنرجع لدار الافتاء الاول طبعا عشان القصه الدنيه او الكلام ده بتاع البيبي. اغلبيه البيبيات بتكمل يعني لو ما فيش مشكله، يعني مشكله خلاص عيب كبير جدا. بتقول لا يعني حرام اجيب طفل مثلا ايديه مش موجوده او رجليه هيفضل معاق، هيعيش حياه تعبان، فاعتقد ان بيبقى ساعتها قرار في حاجه زي كده. بصي هو انا يعني انا عامه مع حالاتي او مع المرضى بتوعي مش بنهي الحمل الحاجات اللي هي البسيطه او اللي هي انا عارف طبعا ان هي حاجه ميجور او حاجه كبيره او بتعيق الحياه بتاعت بيبي بعد كده، بس يعني
يعني بيبقى الموضوع يعني محزن جدا ان احنا ننهي حياه وفي نبض موجود، او الموضوع بيحس بشيء بالحرمانيه يعني. يعني احنا بنفترض حاجه زي كده. تمام. طيب دكتور احمد، كنت عايز اسالك في حاجه. هل بيجي لك ست تقول لك انا معلش انا مش ناويه اخد بنج كلي، انا هاخد بنج نصفي، انا عايزه اتابع الاحداث اللي بتحصل دلوقتي ساعه الولاده، وعايزه اشوف البيبي بقى واتصور معاه وهو بيتولد، وعايزه مش عارفه واكلم مش عارفه مين على الواتساب وانا قاعده، واكلم مين عارف اللي هي تحس ان هي عايزه تتعايش بالجو واشوف البيبي وتقولك هو مبسوطه واخده في حضني. أيوة. بتجي لك الحالات أكيد دي؟ طبعا بتيجي حالات كتير كتير كده، بس هي نسبه الموضوع ده قليله جدا، يعني ممكن 30% من الحالات. يعني انا 70% مش عايز تحس وهي بتاخد حقنه البنج النصف، يعني 70% منهم بيقول لك اوعى تديني بنج نصف. هو طبعا موضوع الخوف ده موجود في 70% منهم، لكن طبعا سببه طبعا زي ما قلت حضرتك ان هم خدوا البنج النصفي في اماكن اقل خبره، مثلا دكتور التخدير في بدايه تعليمه في بدايه تدريبه دكتور التخدير، فبالتالي طبعا اتاذوا، واللي اتاذى طبعا بيحكي لابنه لبنته، بيحكي لاي حد انا اوعى يديلك كذا كذا، ما تاخدش البنج النصفي. لكن العكس لما يكون الدكتور التخدير متمرس وخبره، ويعني هيكلف العيانة يعني بسيط حتى برضو، ده هيحسس العيان بالأمان. لكن اللي هم طبعا بيبقوا عارفين من الأول الدنيا سهلة في البنج النصفي بيقولوا لنا من أولها إيه بس عايزين. عايز أقول لك في ناس برضو يعني على قد ما في ناس تقول لك لا أنا عايز أشوف البيبي هو طالع وعايز أحس بإحساس البيبي ومش عارف إيه وأمسكه والحاجات دي، في ناس تانية بتخاف من حتة إنه البيبي سوري إن هي ظهرها والأعصاب، وبتخاف من الحتة دي، تقول لك لا أنا أخد بنج كلي وانام اقوم البيبي جه يلا مبروك. في ناس بتخاف من حته الضهر. طبعا طبعا لان دي عصب، انا عارفه ان هو بتاخدوها. أيوة. في عصب انا ما اعتقد هو طبعا هي بتاخد في الظهر، وبالظهر دي في منطقه معينه بحيث تسكن الايه الاعصاب اللي هي متصله طبعا بالايه بال لازم تتاخد صح. هي دي دي اهم حاجه. طبعا تستثير في تعلم. بس احنا طبعا كان زمان فعلا حته الخوف دي موجوده، لكن احنا دلوقتي ويمكن ده بقى ترند جديد ان احنا في غالبيه معظم الحالات اللي بتطلب البنج النصفي ان احنا بنديها مهدئ قبل ما نديها الحقنه. حته المهدئ دي طبعا ما بتاثرش طبعا على الطفل، دي اهم حاجه، ما بتغيبش العيان على الوعي برضو فتره طويله، دي حاجه. فاحنا مجرد ما فعلا بنبدا مثلا العمليه بنديها حاجه مهدئ بسيط ونديها الحقن الايه حقنه البنج النصفي او الابيديورال دي، بحيث ان هي في نفس الوقت تاخد كل المزايا ان ما حسيتش باي الم نهائي، وفي نفس الوقت الخوف اللي هو كانت داخله بيه حاله الولاده ده ما بيبقاش موجود، وبالتالي بعد 5 دقائق من ظهور البيبي بتبتدي تصحى وتفوق وتحس طبعا بيبقى منظر جميل. منظر جميل مع انها تشوف ابنها او بنتها وتحس ان معانا تليفون ويبقى جنبها اثناء الولاديه. والحمد لله يعني ده كله دلوقتي المرحله دي كلها اتغطت في معظم مستشفيات الجمهوريه، يعني حتى الناس كتير في المستشفيات الحكومه برضو بترفيوز موضوع النصف من اولها كده، تقول لي لا اديني اي حاجه اغيب عن الوعي واعمل اللي انت عايزه. فده كله جميل يعني. ده جميل معلش خلينا واقعيين، يعني كله بيبقى داخل اساسا مرعوب. طبعا تمام. يعني احساس ان انا يا لا يعني عارف احساس العربيه دي لما اسمع ايوه ترولي وانت شايف كده حاجات فوق. أيوة. كده أيوة. واحساس ان انت دخلت يعني ايوه ده رعب. ده يخليني الاوضه بتبقى ثلاجه جوه، ده كفيل ان يعلي لي ضغط العينه كمان اثناء الولاده لو انا داخل اي عمليه جراحيه سواء قيصري او عمليات التانية الجراحيه الاخرى، طبعا بيعلي لي ضغط العيانه جدا موضوع الاسترس ده، وبالذات لو اول مره اول مره تجرب. أيوة الولاده طبعًا بتبقى أيوة. اساسا مرعوبه وخايفه واحساس. طبعا ما تخافوش يا جماعه، ما تخافوش يعني اللي لسه هتولد جديد ما تخافش، هتطلعي وتبقي زي الحمد الفل. لله. طيب يا دكتور انا عايزه اسالك، امتى هناكل بعد الولاده؟ امتى نبدا؟ الست ولدت الحمد لله والدنيا تمام، بتشرب حاجات سخنه ولا هتاكل امتى ولا هتعمل ايه؟ بس هي تفوق الاول من الولاده، امتى بقى تبدا تاكل؟ احنا طبعا بنتكلم بعد الولاده القيصريه عامه، الولاده الطبيعي العيانه ولدت والدنيا كويسه بتبدا تشرب بعد الولاده. هستاذنك في تليفون معلش يا دكتور. مين معانا تليفون؟ الو. ايوه الو. مساء الخير. مساء النور. الو. ايوه اتفضل يا استاذ فتحي. ايوه يا فندم اتفضل. والله المدام عندي في الشهر الكامل تمام
المدام عندي في الشهر الخامس وايه بتنزل دم بعد ساعات. بتنزل دم؟ اه تمام. طيب في سؤال ليه يا دكتور في حاجه؟ تمام. طيب هي الدم ده بدا ينزل عندها من امتى؟ من يعني من قبل يعني من اسبوع كده ولا؟ تمام. كان في اي مشاكل قبل كده ولا الدنيا كانت ستيبل كانت كويسه؟ لا لا ما كانش في مشاكل قبل كده. تمام. طب هي شالت حاجه تقيله؟ عملت اي لا مجهود؟ لا ما عملتش اي حاجه. لا لا فجاه كده مره واحده. والجنين كويس. تمام. في اي مشاكل ضغط او سكر عندها؟ بتعاني من اي مشكله طبيه؟ في اي امراض في الدم او اي حاجه؟ لا. المتابعات كانت كويسه في اول 3 شهور يعني الدنيا كانت تمام؟ الخلاص او المشيمه اللي بدات تتكون كانت في مكانها؟ الدنيا كانت المشيمة تمام. المشيمه اللي بيقول لها تطلع الغطا تطلع فوق بس. تمام. هو بيقول لك سقطه يعني قصدك يعني قصدك ان هي سقطه تحت شويه. ايوه. الو. ايوه. الو. ايوه قصدي حضرتك ان المشيمه سقطت تحت شويه ولا كان قصده ايه دكتور؟ سقطت سقطت. تمام. هي مكانها موجود تحت شويه. طيب. تمام. خلاص ماشي يا استاذ فتحي هنرد على حضرتك دلوقتي. شكرا شكرا. طبعا احنا كنا عايزين نتكلم عن قصه الدم اللي بينزل عليها دي. هي بتقول ان هي في الشهر الخامس وبينزل عليها دم. اكتر حاجه تقلق اي واحده حامل بينزل عليها دم في الوقت ده اللي هم يعني هنقول احنا لسه في النص الاولاني من الحمل. ما هي تعتبر كده. تعتبر في النص الاولاني من الحمل. تعتبر تقريبا في اواخر النص الاولاني. نزول الدم في الحمل اسباب كتير جدا جدا. طبعا لازم نطمن ان هي مش اجهاض ولا حاجه. ممكن يكون بدايه اجهاض منذر وبدا ينزل عليها دم. طبعا على حسب نوعيه الدم اللي بينزل عليها. ما انا عشان كده سالته هي شالت حاجه او عملت مجهود او عملت اي حاجه خلتها ان هي يحصل كده؟ طبعا لسه الايام رمضان والعيد واللي عارفه ستات بقى في الوقت ده بيبداوا يعني التنفيذ والكلام ده فبيعمل مشاكل كتير جدا. هو مش بيقولوا تمسك بس السجاد ما تفهمش بقى في اللحظه ايه. خلاص هتمسك السجاد وتعمله حركه دلوقتي وتنفض لا خالص. هو احنا اهم حاجه بس ان تشيك ان البيبي نفسه كويس. على حسب السيفيرتي بتاعت الدم. طبعا لو نقط دم او الموضوع ده بسيط بندي مثبتات. بنعمل سونار بتاعنا نطمن بس ان المشيمه اللي هي اخطر حاجه ممكن تقلقنا في الوقت ده لو مغطيه عنق الرحم او يعني قافل عنق الرحم خالص ونزل دم نبدا نطمن على مكانها. بس بندي مثبتات وبنري اشور او بنطمن على العيانه كويس. طبعا ده في حالات الدم القليل. لو الدم بدا يبقى كتير او الموضوع بدا يبقى فيه عنق رحم مفتوح او فيه مشكله طبعا ده بيتطلب حجز في المستشفى وبنديها ادويه عن طريق الوريد او حجز داخلي ومتابعه عند دكتور نسا يعني كلوز فولو اب او متابعه قريبه جدا جدا. وبنشوف الدنيا اخبارها ايه. والله بنعمل فولو اب كويس في جوه المستشفى الدنيا تمام وستيبل. بتخرج من المستشفى وبننبه عليها بس ما فيش مجهود. العلاقه طبعا ممنوعه خالص في الحالات اللي زي دي. وبنفولو اب بقى بنشوف المشيمه بتبدا تطلع في مكانها ولا هي تفضل في مكانها خاصه لو كانت قيصريه يعني والده ولاده قيصريه سابقه ساعات الخلاص بيبقى لازق في مكان الجرح القديم. تمام. فطبعا ده بيعمل قلق شويه عند بعض الستات. معانا تليفون تاني. مدام عزه. الو. أي. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. ممكن لو سمحت انا حامل ثالث مره. انا في الشهر الثالث دلوقتي في اول. انت في الشهر الثالث في اول الشهر الثالث. تمام. فانا وزني ما بيزيدش يعني انا كنت 58 ونزلت 3 كيلو. نزلتي 3 كيلو؟ نزلت 3 كيلو ووزني ثابت على كده على 55. تمام ماشي. ايه سؤالك؟ انا حللت ما عنديش انيميا يعني والحمد لله يعني مفيش عندي حاجه يعني. طب الطول ايه؟ طولك قد ايه الدكتور بيسالك؟ لا مش طويله يعني. يعني 150 سم مثلا. تمام. طب انت سؤالك انت دلوقتي بتسالي عايزه مثلا تعرفي انت ليه بتخسي في حين انت في اول 3 شهور؟ بس انا ما كشفتش بره. انا يعني انا رحت وحده صحيه كده. تمام. بس ما تابعتيش مع دكتور لغايه دلوقتي؟ لا لا هي دكتوره بتاعت الوحده بس وما كشفتش بره. ما كشفتيش بره وما عملتيش سونار ولا شفتي البيبي ايه اخباره ولا لا أي هي عملت لي سونار. هي عملت تمام. انت رحتي مره مثلا وخلاص على كده؟ ما طلع ما رحتش بره لسه لا. طيب انت هي طلبت تحليل مني دم وميه بس طلع كويس يعني. طيب الحمد لله. ايه سؤالك برضو؟ يعني ما انا بقول له يعني الدكتور المفروض يعني وزني يزيد يعني مش هو. طيب حاضر حاضر. يا مدام عز بتقول لك المفروض وزنها يزيد في الثلاث شهور الاولانيين. هي بخست 3 كيلو كانت 58 بقت 55 في 3 شهور. فهل مش كان من الطبيعي ان هي تزيد مش تقل؟
طبعا احنا دلوقتي هي بتقول طولها تقريبا 150 سنتي ووزنها 58 او تقريبا داخلين على ال 60 يعني. الوزن ده تقريبا متناسب جدا مع لا هي بتتكلم في حته بتاعها. مش بتتكلم في كده، هي بتتكلم انا حامل في 3 شهور يعني في بيبي في بطني، المفروض ازيد 2 3 كيلو احس 3 شهور ده يعني احس بيبي. طب ليه اخس 3 كيلو؟ سؤالها هي ليه خست 3 كيلو وهي حامل يعني؟ والله ممكن تكون يعني مجهود زياده، استرس زياده، نزول الوزن عامه في الفتره الاولانيه بتاعتها. ممكن تكون كنت نسيت اسالها بترجع مثلا والحاجات دي في اول 3 شهور فعشان كده بصي احنا قصه الجين ويت او ان احنا نكسب وزن في الشهور الاولانيه من الحمل صعب جدا. اغلب الستات اصلا عندها اعراض جهاز هضمي، بتبقى دايما عايزه عندها ميل للاستفراغ او القيء او الكلام ده، دايما مش طايقه الاكل او الكلام ده، فاغلبيتهم بيخسوا في الوقت ده. بعدين يعني في الوقت ده احنا هنتكلم عن الزياده الفعليه، عايزه ازيد 10 كيلو مثلا في الوقت ده، فطبعا مش هيحصل لان البيبي نفسه كله وزنه يعني مش عايزين نقول بالجرامات يعني في الوقت ده. او لسه اساسا ده حاجه قد كده يعني ده طوله يعني لا يتجاوز ال 10 سم يعني في اخر 3 شهور خالص، فاحنا الزياده الفعليه للوزن بتبدا في الشهر السادس والسابع والثامن. تلاقيش يا مدام عزه هتزيدي بس تاخد فيتامينز بس وتهتم وتتابع عند دكتور اخصائي نسا. ما بتقول لك راحت الوحده بس مش عارفه مره الوحده راحت. مش اخصائيين فيعني يفضل المتابعه عند اخصائي، حد هيكير شويه او هيهتم بالمريضه يعني. احنا الوحده الصحيه مش بيبقى اغلبيتهم اخصائيين نسا وتوليد. تمام ماشي يا دكتور. ايه معانا تليفون؟ دعاء. الو وعليكم السلام. يا دعاء اتفضلي. نعم طب ممكن تسمعينا من التليفون وتطفي التلفزيون؟ لا احنا مش سامعينك. كنت حامل في الشهر الكام؟ الاشاره معلش التليفون فصل. ماشي احنا ما قلناش بقى هناكل ايه يا دكتور؟ وامتى نبدا ناكل وناكل ايه كمان بعد الولاده؟ هو ده سؤال شهير جدا، اغلب الستات بعد ما بيخلصوا على طول بيبقوا جعانين جدا عشان المصل يعني مجهود جامد جدا عضلي. طبعا الولاده سواء ولاده طبيعيه او قيصريه بيبقى فيها مجهود جامد جدا او الانسجه بتستهلك طاقه كبيره جدا ساعه الولاده. طبعا اغلبيتهم بيبقوا عاوزين ياكلوا على طول، هناكل امتى بقى يا دكتور؟ هنشرب امتى؟ طبعا احنا بنبدا بعد الولاده على طول، يعني احنا اخر حاجه كان زمان الناس تقول لك لا ما تاكلش ولا تشرب ولا اي حاجه، بس طبعا الكلام ده كله كان كلام قديم، دلوقتي الريسنت كله بيقول ان احنا نبدا نشرب. هيقول لك البيبي ينزل من هنا يتحط مكانه ده طبيعي، ده الولاده الطبيعيه يعني الولاده الطبيعيه هي اللي بنبدا ناكل فيها على طول، لان طبعا ما كانش في اي فتح بطن او اي اجراء تدخلي بالبنج او الكلام ده، خاصه لو كانت ولاده طبيعيه العاديه السموس من غير اي مخدرات او كده. طبعا الولاده القيصريه بنبدا بعد ساعتين نشرب سوائل دافيه، كوبايه قهوه ينزون. قهوة؟ قهوة بجد؟ والله طبعا قهوة. احنا اتضحك علينا على فكرة، محدش جاب لي قهوة. تشرب النسكافيه بتاعها كمان يعني امال ايه؟ كمان؟ طبعا ده كانوا بيمنعونا من القهوة والنسكافيه ويقولوا لك كلام قديم جدا 10 15 مفيش قهوة ونسكافيه. لا لا قهوة ونسكافيه عادي. لا يا جماعة انتوا حظكم حلو، في قهوة ونسكافيه في الموضوع. لا 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 المريضة بتتدلع جدا يعني، احنا قصتنا كلها يعني احنا ما نشربش او ما ناكلش لو كان في تداخل او شغل في الامعاء. انا احنا طبعا القيصريه احنا في الرحم والقصه بتبقى بعيده عن الكلام ده خالص. بتبدا تشرب قهوه او ينسون او اي حاجه دافيه في الاول، بتبدا تشرب واحده واحده تشوف الدنيا اخبارها ايه، حست بميل القيء او الدنيا مش كويسه معاها بنبدا نستعيد تاني نهدى شويه ونرجع نشرب تاني، وبعدين بقى عصاير شفافه كده اول ما هي موجوده في المستشفى لغايه ما بتروح البيت بعد 6-7 ساعات تبدا تاكل حاجات سوفت يعني شوربه خضار لسان عصفور الحاجات المسلوقه الحاجات الهاجري. عايز اسالك في حاجه في موضوع القيصريه. تمام الست يعني في القيصريه ماشي يعني انا يعني في مواقف كده ليه الدكتور بيجي يدوس على بطنها بعد القيصريه في حين ان ما حدش يعني لو لمسها بتبقى هتضربه؟ لسه مريضه كانت بتسالني في القصه دي. ليه مش المفروض لما حد يجي يدوس على بطن ده يكون الولاده الطبيعيه مش القيصريه؟ والله هما الاثنين، احنا بنتكلم ان بعد الولاده طبعا كان الخلاص بتاع البيبي او اللي هو يعني احنا بنسميه طبعا علميا المشيمه اللي هي كانت بتغذي البيبي طول فتره الحمل. معانا اتصال معلش. الو الو ايوه اتفضل. ايوه مدام ايه اسم حضرتك؟ ايه اوكي اتفضلي اتفضلي سؤالك. ايه اتفضلي سؤالك. معلش انا ولدت وزنه. نعم
الصوت مش واضح خالص يا فندم. تمام حضرتك؟ ايوه كده تمام اتفضلي. انا ولدت ثلاث مرات طبيعي. تمام. وبعد كده انا في الولاده الثانيه والثالثه كان الحمل بيبقى تحت خالص في الحوض والمشيمه كانت بتبقى تحت. وكنت بتعب خالص اقعد ثلاث شهور وانا تعبانه ما اقدرش اتحرك لحد ما ولدت. تمام. وكان بيحصل لي نزيف. وكانت وكان بعد ما ولدت بلاقي الرحم في سقوط في الرحم يعني. بعد كده انا مش عارفه احاول يعني ثاني ازاي او بيبقى حمل لان السقوط ده بتعبني حتى دلوقتي يعني بعد الولاده. تمام. طب السن قد ايه؟ السن حضرتك قد ايه؟ كم؟ الو؟ الو؟ ايوه الدكتور الدكتور بيسالك. السن قد ايه؟ اه سنك قد ايه؟ عندي كم سنه؟ السنه عندك كم سنه؟ انت عندك كم سنه؟ سنك قد ايه؟ عندي كم سنه؟ 32. 32؟ انت الثلاث ولادات اللي حصلوا يعني الثلاث ولادات دول حصلوا ورا بعض ولا كان في فترات متباعده؟ سامعاني كويس؟ الولادات كانت الولادات كانت سكسيسيف يعني كانت ورا بعضها على طول ولا كان في فترات متباعده بين الولاده والولاده؟ ايوه يعني لو تفهمين كان بنحكم فتره قليله ورا بعض. تمام تمام. وبعد كده فضلت اربع سنين وبعد كده ولدت بس انا كنت بتعب يعني في البيت واديك حاجات تقيله وكده. تمام تمام. طيب انت كان انت اخر ولاده او اي ولاده من الولادات طولت او كان فيها قعدت وقت طويل في المستشفى او كان في حزق جامد او كده؟ اوكي. انت دخلتي المستشفى امتى في الولادات دي كلها؟ كنت بتخشي على الولاده على طول ولا كنت بتاخدي وقت جوه المستشفى؟ لا لا كنت بتعب في البيت يعني وادخل على الولاده على طول. تمام. هي ولادتها كلها طبيعي؟ طيب تقول ولادة ثلاث مرات طبيعي. تمام. طب انت سؤالك دلوقتي عايزاه ايه بالظبط؟ مشكلتها السقوط. انا عايزه اذا خلصت الحمل بعد كده اعمل ايه عشان السقوط اللي بقى معايا العيل بيبقى ساقط تحت وما بقدرش اتحرك وبعد كده السقوط بتعبني حتى بعد الولاده يعني حياتي يعني تعبانه من السقوط بس. طيب تمام. بس بتشتكي من سقوط المهبلي ولا سقوط البيبي نفسه في الحوض؟ انا مش موضح. طيب سقوط مهبلي ولا سقوط البيبي نفسه يا مدام؟ نعم. طيب خلاص هو السكه اتقطعت احنا نجاوب على ده وده اذا كان ده او اذا كان ده. طيب. هي طبعا هي يعني سؤالها اقرب للسقوط المهبلي. كانت بتقول انا البيبي نفسه ساقط في الحوض في الاول وده كله كلام يعني كده كده اصلا الرحم في الحوض فاغلبيه البيبي بتبقى موجوده في منطقه الحوض تحت. ده لو قصه البيبي ساقط في الحوض او الكلام ده ويعني وجود البيبي في الحوض ده حاجه مش مشكله كبيره يعني الفكره كلها مش هو بيبقى الطفل في الحوض في اخر شهور من تقريبا خالص خالص هو اليوترس كله او الـ او الـ او الرحم نفسه هو يعني هو عضو في الحوض في منطقه الحوض. تمام. فالدكاتره بتوع النساء يعني او لما الستات بتحس بتقل شويه بيقول لها هو البيبي ساقط تحت شويه او موجود في الحوض عشان يحسسها باحساس الكومبريشن او الضغط على الاعضاء اللي في الحوض. والحوض مكان ضيق فلما بيبقى فيه اي حاجه فيه عظميه او تكوين عظمي البيبي راس البيبي مثلا او رجل البيبي بيحس بضغط او كده. فهي بتقول لا انا ساقطه والدكتور بيطمنها وبيبدا يديها مثبتات لو شاف في مشكله فيها او كده. طيب. قصه بقى الصوت طب معانا تليفون مدام دعاء. الو. ايوه ايوه حضرتك عايزه ايه؟ اكلم الدكتور. اتفضلي الدكتور معاكي يا دعاء. اتفضلي. الو. الو ايوه اتفضلي. ايوه دكتور انا عامل في الشهر الثالث. تمام. ورحت كتبت الدكتور قال لي ما تخافش مخك خالص. قال لك ايه؟ طب انت لو بتكلمينا من التليفون اطفي بس التلفزيون عشان نسمعك كويس يا دعاء. حاضر. ايوه حضرتك. تمام اتفضلي. انا كنت حامل في الوجع رحت كتبت طبعا عند الدكتور وقال لي لازم نزل. وقال لك ايه؟ الصوت قال لي لازم ينزل عشان هو ما فيهوش نبض. ينزل عشان ما فيهوش نبض. ومن ساعتها وانا متابعه مع الدكتور كل ما اروح له اي حد عملت تحليل مش عارفه يروح يقول لي اي حاجه. هو بس هو قال لك البيبي ينزل ما فيهوش نبض في الشهر الخامس؟ هو قال لك علشان الطفل ما عندهوش نبض يا مدام دعاء؟ ايوه. تمام. في الشهر كام؟ انت في الشهر كام؟ في نص الشهر السادس. في السادس؟ ايوه في الثاني. انت خلفتي كام مره قبل كده؟ ايه؟
خلفت كام مره قبل كده يعني ولدت كام مره قبل كده؟ لا سقطت براسي مره واحده. ايه؟ سقطتي مره واحده يعني ما عندكيش اطفال؟ دي تاني حمل ليكي وسقطتي قبل كده؟ ايوه من ساعتها ما حملتش. انا ليا سنه ونص دلوقتي. انت متجوزه بقالك قد ايه؟ ليا 3 سنين. 3 سنين حملتي مره وسقطتي في شهر كام؟ ايوه. سقطتي في شهر كام المره اللي فاتت؟ نعم. انت بتقولي انك مسقطه مره قبل كده، يعني كان في سقطه قبل كده. انت بتقولي انك انت سقطتي مره قبل كده، كان في الشهر كام؟ في الشهر اللي سقطت في الشهر الثالث اللي فات، وده برضو انت في الشهر ده النبض وقف. وجوزي عمل تحليل وقال له انك انت عندك نسبه ضعف شويه، ممكن يا دكتور يكون الحمل ده يعني انه هو ان هو نزل كده يعني؟ لا والله، ان الحمل نفسه يتكون لغايه السن ده معنى كده ان يعني انك انت كويسه وان زوجك كويس. طبعا البيبي يوصل لغايه الشهر السادس والنبض يقف، ده حاجات كتير هو جدا. النبض مش وقف، هو النبض بطيء صح؟ لا مفيش خالص. مفيش خالص يعني الطفل توفى؟ مفيش خالص. أيوة ده نبدا ناخد حاجه تنزل البيبي عند الدكتور قال لي لازم ينزل حتى علاج، نزلته بالعلاج. تمام اوكي ماشي يا مدام دعاء. ماشي حاضر هنرد عليك. ماشي شكرا يا مدام دعاء. تمام. هو احنا طبعا هي بتقول ان هي وصلت للشهر السادس مرتين والنبض بتاع البيبي وقف، الدكتور لسه قايل لها الخبر ده. طبعا هي بتبدا تاخد ادويه تنزل البيبي طبعا عشان تتصرف في الموقف الموجود ده دلوقتي. بس طبعا تكرار الموضوع ده لازم نبحث نشوف الموضوع اخبارها ايه، نعمل لها تحليل كافيه دم عشان نشوف طبعا عندها امراض مناعيه بتموت البيبي في السن ده ولا لا. برضو نتابع الحمل بتاعها من الاول متابعه جيده عشان نشوف في امراض طبيه متعلقه، هل في ضغط، في سكر، هل في مشاكل في الغده الدرقيه، هل عندها اي مشكله ثانيه طبيه بتموت البيبي، ولا هو القصه كلها في البيبي نفسه. تحليل دم كامله بتتعمل، تحليل مناعيه عشان نشوف المناعه بتدمر ساعات في بعض الامراض. في ستات فعلا يا دكتور حقيقي بتوصل للشهر الخامس والسادس وبيحصل حاجه للجنين وفجاه الجنين بيتوفى، ودي فعلا دي بتحصل كتير كتير. موجوده ومفيش سته في حياتها ما سقطتش او البيبي مات منها. بس طبعا يعني المشكلة دي مشكلة محزنة جدا سواء للأب أو للأم، فلازم نتابعها كويس ونعرف تحليلها. عشان كده لازم المتابعة يا جماعة اللي هي كل أسبوعين دي بنتابع الطفل إيه أخباره الدنيا ماشية إزاي. طيب يا دكتور أحمد عندي دلوقتي سؤال، إيه هو التاب لوك؟ بالنسبة للتاب لوك برضو نوع من البنج الموضعي يعني. وده حديث طبعا بالنسبة لنا في مستشفياتنا كلنا، وطبعا بيدي ريليز الالم مثلا عند العيانه، مثلا لما بتاخدوا العيانه 36 ساعه ممكن 48 ساعه مفيش الم. وده النوع البنج ده بنديه مثلا في عصب في عضله البطن لما بنوصل للعصب. معنا تليفون. معنا تليفون. الو. ايوه انا عايزه اسال الدكتور على حاجه. طيب اسم حضرتك ايه بس الاول؟ هيام مختار. طيب اوكي يا مدام هيام اتفضلي الدكتور معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي يا اختي متجوزه جديد وهي الحمل بتاعها يعني لها 5 شهور والبسيمه نازله لتحت وبتنزل دم يعني مخيط. تمام. في ضرر عليها وكده ولا ايه؟ يعني هو الدم يملى وبعد كده يبتدي تاني. حامل في شهر كام؟ طب هي حامل في الشهر الكام؟ الخامس. في الخامس، يعني المشاكل كلها في الخامس والسادس يا دكتور. يعني اغلب هو بس يعني مشكله اي واحده بينزل على دم في الوقت ده بنتابع المشيمه. احنا طبعا كنا اتكلمنا عن المشيمه، لو ساقطه تحت شويه هي اللي بتغذي البيبي بالدم او بتوصل له الدم. فاي يعني اي احتكاك فيها بعنق الرحم او وجودها تحت شويه، المنطقه تحت في الرحم دي ضعيفه شويه، يبدا ينزل عليها دم مع علاقه مع مجهود زياده. طب انت ليك ليها سؤال دلوقتي؟ احنا طبعا لا، هو السؤال متكرر يعني فاحنا هنرد عليه على طول. خلاص يا مدام هيام اوكي شكرا. طبعا احنا اهم حاجه عندنا في السن ده هو المشيمه تبقى ساقطه لتحت. ده يعني ده مش قرار او تشخيص طبي واضح، هو الدكاتره بس يعني بيبداوا يتابعوه شويه. لان المشيمه هي كده كده اوتوماتيك، مجرد ما الرحم بيبدا يكبر في الحجم بيبدا يطلع معاه فوق. وهي بتقول ان هي لسه متجوزه من قريب، فغالبا ده اول حمل بالنسبه لها. ويعني مش هيبقى في قلق او في مشكله، احنا كل قلقنا على الناس اللي والده قبل كده قيصريه عشان ساعات الخلاص نفسه او المشيمه بتلزق في الجرح القديم. تمام. فما بيحصلهاش شيفتنج اب، ما بتطلعش لفوق، بتفضل لازقه على مكان الجرح. وده بيدخلنا بقى في حاجه اسمها المشيمه المتقدمه او المخترقه، اللي هي بتخترق جدار الرحم وبتبدا يعني تخترق المثانه او تخترق الحاجات اللي حواليها يعني.
دي بتبقى في حالات خطره وولادات صعبه جدا جدا بالنسبه للستات، بس يعني ان شاء الله مش هيبقى فيها الكلام ده. هي بالنسبه لها اهم حاجه المثبتات والراحه والمتابعه الجيده بس ان شاء الله، وكل حاجه هتتحسن. نرجع لسؤالنا يا دكتور، ايه هو التاب بلوك؟ زي ما قلنا التاب بلوك ان هو نوع من البنج الموضعي ووليد بس عندنا او موجود عندنا دلوقتي في مستشفياتنا، ان احنا بندي بنج موضعي في عصب في عضلات البطن، ده بيسكن معايا الالم للمريضه مثلا مده طويله 36 ساعه 48 ساعه. طبعا التاب بلوك ده ممكن ندي نوعين طبعا، اما اوبن اما كلوزد. الاوبن ده طبعا ممكن نديه والعيانه بطنها مفتوحه، يعني اثناء العمليه في العضله دي بنديها فيها البنج الموضعي في العصب ده، والعيانه قبل ما نقفل بطن العيانه اثناء مثلا العمليه او زي ما بيسالوا هما القيصريه يعني. وممكن نديه بعد ما نخلص خالص ونقفل العيانه، نديه برضو في نفس العضله دي ولكن باستخدام جهاز جهاز السونار اللي بيبقى مثلا موجود عندنا في اوضه العمليه طبعا بعد العمليه. وطبعا اهم حاجه فيه ان هو طبعا يسكن للالم فتره اطول ممكن يعني، ولازم برضو زي ما قلنا ان حد يكون مثلا متمرس هو اللي بيديه، لان ممكن نسبه الفيلير ريت بتاعته بتبقى برضو موجوده بنسبه مثلا 40% ممكن يبقى في فيلير ريت، فلازم طبعا اللي بيديه يبقى راجل طبعا متمرس وخبره، لان دي حاجه طبعا جميله بالنسبه لنا في العمليات كلها يعني. وطبعا لو في اي مكان مثلا عايز الموضوع ده، احنا في المستشفى عندنا طبعا بنأدي هذا التخدير وهذا النوع من التخدير، وجايب نتائج الى حد ما كويسه يعني لحد دلوقتي. ولو في اي اسئله عليه برضو احنا تمام. دكتور محمد طيب، بما ان احنا بنتكلم انا ملاحظه ان كل التليفونات اللي جت المشاكل جت ما بين الخامس والسادس والسابع مش الاول، مع ان دايما كان مشاكل الامهات في الفتره الاولانيه صح؟ تمام. طيب انا دلوقتي لو عندي ام حامل ماشي، واحنا في فتره فيروس كورونا طبعا، ربنا يبعد عن اي حد يا رب يا رب يعني، بس انا بتخيل ان انا يعني لو واحده حامل هقعد افكر انا لو جالي الفيروس دلوقتي هل ابني او بنتي هيتصابوا بالفيروس ده؟ ولو لا قدر الله ده حصل إيه هعمل ايه؟ انزل الجنين ولا لو انا في الشهور الاخيره اروح اولد قيصري ولا اعمل ايه؟ ما انا خايفه عليه بقى، ما انا مش عارفين نعمل ايه. ففي الحاله دي ايه المفروض؟ احنا يعني بنتكلم في الفتره دي طبعا كل حد وارد ان هو يتعدي في الوقت ده، خاصه ان الفيروس في قمه الذروه بتاعته دلوقتي، يعني احنا في البيك بتاعه الفيروس تقريبا يعني على حد توقعاتنا يعني. طبعا اي ست حامل المفروض ان هي دلوقتي المفروض مضطره ان هي تنزل تتابع او تطمن على الحمل بتاعها، فاحنا بقينا بنبعد فترات متابعه الحمل شويه، تاخد الاجراءات الوقائيه اللي هي الكحول التعقيم الايد كويس، الماسك او الكمامه بتاعتها، بنقلل فترات الكشف او القرب من الدكتور، وبنتباعد بين العينين وبعضيهم، دي اهم حاجه. طبعا قصه ان العيانه يعني ابنها يجي له فيروس او يتصاب او اي حاجه من الحاجات دي، هو الكورونا مش يعني مش بلاد بورد، يعني مش هيتنقل عن طريق الدم او هيعدي للبيبي نفسه في الخلاص او المشيمه او الكلام ده، لا هو الفكره كلها احنا خوفنا كله ان البيبي بعد ما يتولد في اللمه بتاعت العيله والستات بياخدوا والسبوع بقى ونجيب مش عارف ايه والكلام ايوه ولازم يتباس العيله كلها لازم تعدي عليه. طبعا ده دي عاده خاطئه جدا جدا، السبوع والكلام ده دلوقتي احنا صدقني. وحتى يا جماعه عايز اقول حاجه، وحتى يا جماعه حتى من غير كورونا ومن غير امراض ومن غير اي حاجه من الحاجات دي، هو المفروض اساسا البيبي ما حدش يبوسه ما حدش يمسكه، لانه هو حاجه يا جماعه يعني صغننه جدا يعني، شوفوه من بعيد ما حدش يبوسه، بلاش البوس ده. انا بقول بلاش حتى من غير كورونا، يعني في حاجات كتير جدا بتتنقل عن طريق الاورل، يعني عن طريق الفم، عن طريق الهربس الكلام مثلا. يعني حد ممكن نبوسه ونقل له عدوى فيروسيه، يجي له التهابات في الجلد او يجي له مشاكل، اي حد عنده دور برد بسيط يعني. البيبي في الوقت ده بيبقى مناعته ضعيفه جدا جدا، احنا لسه يعني ما فيش يعني. انا بقترح ان هم يعملوا ساعه السبوع والاحداث دي حتى يعني ان شاء الله بعد الكورونا ما ننتهي منها، تخلص قريب، يحطوا البيبي في، كنا زمان بنحطه في حاجه كده
الناموسيه، الناموسيه دي وتتقفل ومحدش يلمسه بجد، والام نفسها اللي هيجي جنبه تضربه. لا يا جماعه احنا برضو بنخاف على الام نفسها، الام في الفتره دي اصلا مناعتها ضعيفه جدا وارد تتعدي من اي حد موجود. فاحنا يعني احنا سواء كورونا او مفيش، فاحنا يا جماعه بلاش يعني بلاش السبوع، بلاش التجمعات، بلاش الحاجات دي في الفتره دي نهائي يا جماعه، لان هي فعلا دي اخطر فتره احنا فيها. فاحنا دلوقتي لو الام ولدت وجابت البيبي والحمد لله، بلاش بقى ايه نحتفل بالسبوع بقى ونقول ان احنا هنجيب بنت خاله مش عارفه مين وماما وبابا وتيتا وجده ونعمل حفله على الضيق بتاع 25 واحد بس مش اكتر. ما هو ال 25 دول تمام هتلاقي في واحد فيهم لا قدر الله متصاب، هيصيب ال 25 التانيين ومنهم الطفل، فحرام. ففي الفتره دي اي ام هتجيب بيبي او هتولد او داخله او في اي احداث تجمعات بلاش، لان احنا في ذروه الكورونا تمام. واحنا دلوقتي اطمنا انه تقريبا الام لو اتصابت لا قدر الله فيروس كورونا الطفل ما بيتعديش، مش هيتعدي. بس طبعا احنا بنبقى يعني لو في اعراض شديده بقى اللي هي ضيق في التنفس او يعني اعراض تنفسيه شديده، يعني بدا يبقى في التهاب رئوي بقى او الفيروس بدا ياخد السيكونس اللي هو الاجريسيف بتاعه او العدائي بتاعه، يعني بدا يبقى في اعراض تنفسيه شديده جدا، بنضطر ندخل المريض المستشفى. طبعا لو في ارتفاع في درجه الحراره او ضيق في التنفس البيبي مش هيستفيد، فبنضطر ننهي الحمل في الوقت ده حفاظا على الام والجنين. يعني ممكن يحصل انهاء للحمل اساسا لو كان في الشهور حتى لو في الاول. احنا بنتكلم لو المريضه على حافه الخطر يعني، فاحنا بنفضل ان احنا نحميها بننهي الحمل وبنتابع المريضه بقى كمريضه لوحدها، مريضه كورونا لوحدها يعني بعيد عن الحمل نفسه. تمام. طيب يا دكتور عايز اسالك ايه هو البي سي اي؟ ده طبعا هو جهاز طبعا بيتركب كده في ايد المريضه، بيشن كنترول انالجيزيا، يعني ممكن نحط فيه بعض الادويه ويتحط في ايديها، بيحصل مثلا سستند ريليز للدراجز ده في جوه دم العيانه، تسكن برضو الالم ده لمده 36 ساعه ممكن واكتر، كل ما تحطي ادويه وبتاع في الجهاز دوت كل ما يتني مسكن لك مثلا الم فتره طويله واطول. بيشن كنترول انالجيزيا ده يعني صراحه جهاز جميل، ويعني بس هو طبعا قليل في مستشفياتنا هنا، بس يعني طبعا لو متوفر في كل المستشفيات هيحمينا طبعا ويحمي الستات من قصه بقى قسطره الظهر وحقنه يعني ده اساسا عشان يمنع الالم واقل طبعا اقل بتاع دوت بينفول ستيموليشن بالنسبه للعيانه، لان هو جهاز بيتركب مجرد زي الكانولا بتاعه الايد دي وبيتحط فيها الادويه وتنيها بقى دي شغاله في الجسم، زي انت فاكر حاجه اسمها اللزقه المسكنه الالم اللي بتقعد 24 ساعه ده برضو شويه ادويه كده بنحطها في الجهاز ده فتره 36 ساعه العيانه ما تحسش بالم خالص. وده طبعا موجود في بعض المستشفيات الكبيره، وطبعا لو موجود عندنا في المستشفى طبعا احنا طبعا هيبقى أحسن وأحسن من موضوع التاب لوك، وهيبقى أحسن وأحسن من موضوع الإبيديورال، لأن طبعا ما فيش منه مشاكل كتير، مشاكله قليلة بس تكلفته هتبقى طبعا أكتر بالنسبة للعيانة، دي الحاجة العيب الوحيد بالنسبة لنا. تمام. دكتور محمد عايز أسألك بقى سؤال. لما بتجيبوا البيبي وفتحتوا قيصري والدنيا دي، الأم بيبقى كل تفكيرها هيبقى شكلها إيه بعد ما فتحنا القيصري والخياطة؟ تمام. طيب الخياطة دي هتبين، هتظهر، بقت اتغيرت، هل فيها تقنية مختلفة عن زمان؟ زمان كانوا بيخيطوا ويشيلوا الخيط. زمان كان دباسات بقى وخياطه اللي هي بالكروس بتعدي على الجرح من بره، وكان المنظر بيبقى سيء جدا يعني. احنا لما اشتغلنا قيصريات بعد ناس قديمه اللي هي شغاله من سنين كان الجروح بتاعتها سيء قوي يعني. هو طبعا هم اكسبيرينس كويسه، بس الجرح نفسه الفكره التجميليه بالنسبه للاستاد دلوقتي بقى تقول انا عايز الجرح بتاعي شكله كويس، عايز يعني المنظر يبقى كويس يعني. ده يعني طبعا حقها كست طبعا يعني. لكن دلوقتي الشكل بقى خلاص مختلف عن زمان، ما بقاش مفيش خياطه باينه خالص في الجرح من بره. احنا على بعض استاد بس يبقى فيه سلك خارج من الجرح كده بتفك ويبقى الجرح ولا كانه موجود، مع كريمات التجميليه طبعا بعد القيصريه كمان الموضوع يبقى تحفه يعني. تمام. للاسف خلصت حلقتنا النهارده، بجد بشكركم النهارده لوجودكم معايا دكتور محمد حسن عبد الغفار، شكرا جدا لحضرتك، ودكتور احمد شكرا جدا لحضرتك. شكرا ليكم اعزائي المشاهدين، وكانت النهارده حلقه جميله جدا بجد، واتشرفت بالدكاتره معايا، عرفنا ايه هي الولاده بدون الم،
ستات دلوقتي الى حد كبير ما تخافش خلاص، في تقنيات مختلفه ابتدينا ان احنا مش هنخاف الوقت الجاي من الولاده او باشكالها او بانواعها، خلاص هتدخلي هتطلعي مش هتحسي بحاجه، وان شاء الله يا رب يعفينا كلنا وما يجيبش لاي حد حاجه وحشه وما نحسش باي تعب، وموضوع الكورونا يا رب يا رب ينتهي الفتره القريبه ان شاء الله. كده خلصت حلقتنا النهارده من برنامج كل الكلام، سلام.